العنوان الرابع التمكين في الأرض، أيضا فيه أليف وباء. أليف: قال القوي العزيز: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قانون إلهي، وعد إلهي. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الشاهد الآخر: قال العلي العظيم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هؤلاء الذين سيمكن لهم في الأرض، لاحظ الشاهد الأول والشاهد الثاني كيف تكتب عندك الصورة. الشاهد الأول والشاهد الثاني أحدهما يؤكد الآخر وأحدهما يكمل الآخر. إذن قال: إذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا أن الله نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا يقول ربنا الله، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. في هذا الشاهد ماذا يقول؟ وليمكنن لهم دينهم، يقول ليستخلفنهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ماذا يفعلون؟ أيضا يقول: يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. إذن هذا هو التمكين في الأرض. إذن قانون يوجد كثير من الصحابة، من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماتوا، استشهدوا، قتلوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل التمكين يوجد مهاجرون لم يتحقق لهم التمكين، ولم يحصل لهم التمكين، ولم يشهدوا الناصر، ولم يحصل عندهم الأمان، لم يبدل الخوف بالأمان، لم يجري عليهم هذا القانون الإلهي وهذا الوعد الإلهي الصادق. أيضا ومن التابعين ومن تابع التابعين ومن المتأخرين من هذا اليوم إلى اليوم الموعود، ودائما يوجد من المهاجرين، دائما يوجد من المقاتلين، دائما يوجد من الذين ظلموا، دائما يوجد من أخرج من دياره بغير حق إلا أن يقول ربنا الله. يعني أنت لا تستغرب لماذا نسجن، لماذا نطرد، لماذا ينكل بنا، لماذا تهدم دورنا، لماذا نهجر، لماذا نقتل، لماذا نسحل، لماذا نحرق، لماذا يمثل بالجثث، لماذا تهجر الناس. كلمة واحدة: إلا أن يقول ربنا الله. ماذا فعلوا؟ هل يوجد جريمة؟ هل يوجد جناية؟ هل يوجد دليل؟ هل يوجد شاهد؟ إذن ما دمت في طريق الله، في مرضات الله، في خط الله، فلا تعجب وتوقع ما يقع عليك بسبب كلمة التوحيد. إلا أن يقول ربنا الله، هذا هو الأمر، هذا هو السبب. ما هو التكليف؟ نصبر، ننتظر، نترقب، ندعو الله بالفرج، نهذب أنفسنا، نهذب عبادتنا، نهذب سلوكنا، حتى نحقق شروط استجابة الدعاء، حتى يستجاب لنا. نعمل صالحا، نأمر بالمعروف، ننهى عن المنكر، نلتزم بالأخلاق الإسلامية الإلهية.